أحسن الله إليكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: هل ورد عن عمر رضي الله عنه قول من أتم في السفر فلا أتم الله له؟ هل معنى ذلك بأنه يجب على المسافر القصر؟ لا أعلم شيئا من ذلك. القصر في السفر سنة، ولو أتم صحت صلاته خلافا للظاهرية. القصر سنة ورخصة، إن أتى بها فهذا أفضل، وإن لم يأتي بها وأتم الصلاة صحت صلاته. نعم.